السلام عليكم. اليوم نروح الملعب تاع ميلود هاتفي بوهران لنقف على آخر الرتوشات نتاع الملعب قبل بدء يعني المنافسة نتاع الشان. والملاحظ أنه يعني تم يعني وضع كل اللافتات الخاصة بالكونفدراسية الإفريقية لكرة القدم. تبقى القضية تاع اللوحات الإشهارية داخل الملعب بادرة خير إن شاء الله. لاحظت يعني أنه كل اللوحات الإشهارية الخشبية الحطبية نتاع عام تقيوس تم نزعها كلها من الملعب، وهذا يعني أنه سوف تغير بلافتات إلكترونية في الأسابيع اللي يعني بقاو 2 ولا 3 أسابيع قبل بداية الشهر، والوقت هذا يكفي بما فيه يعني الكفاية باش يوضعوا اللوحات الإلكترونية مكان لافتات هذوك. نصور ما حاش نخلو الملعب بدون لافتات إشهارية، هذا أمر غير وارد في المنافسات القارية والمنافسات الدولية الرسمية. غير ممكن تكون منافسات بدون لافتات إشهارية. إذا كي نزعوا اللافتات الخشبية معناه أنه سوف يحطوا مكانهم لافتات أخرى، وبالأكيد المؤكد أنه سوف تكون لوحات إشهارية إلكترونية، ونفس الشيء سوف يكون في ملعب في كل ملاعب التنظيم تاع الشان. هذا أمر مفروغ منه لأنه فيه اتفاقية بين يعني الفيدراسية الجزائرية لكرة القدم وشركة كوندور، لوحدة هي تراعي وحدة من الرعاة تاع المنافسة هذه. إن شاء الله يكون فيها خير. نخليكم تشوفوا الفيديو هذا كاملا بدون صورتي وبدون تعليق، والسلام عليكم.